أهلا بمتابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. مشروع تأهيل وتبطين الترع في محافظة المنيا من المشروعات الهامة واللي ما زال العمل فيها مستمر. هناك بعض المشروعات اللي تم الانتهاء منها والبعض الآخر لم يتم الانتهاء منه، لكن يجري العمل بشكل متوازي في هذه الترع. طبعا تكلفة المشروع 2,600,000,000 جنيه. بيجري العمل في هذه الترع بمختلف قرى محافظة المنيا. طبعا شكل التأهيل والتبطين اللي بيتم بيغير شكل القرية في محافظة المنيا بشكل كبير، بيوفر المياه، بيجعل المية في مقدمة المية زي نهاية الترعة، يعني المية متساوية في الترع منذ انطلاق المياه حتى نهاية الترع. يعني زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين في الصورة شكل الترع بعد أعمال التأهيل والتبطين بمحافظة المنيا. وطبعا انتوا عارفين ان العمل في المشروع يجري على قدم وساق في مختلف الترع، كانت على مرحلتين تم ضم المرحلة الثانية للمرحلة الاولى، والعمل بيجري في المرحلتين بشكل يعني كثيف جدا للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.